عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة. وعن أنس قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين. هذا حديث آخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في القرآن لسورة تشفع لقارئها ويغفر لمستمعها، وهي سورة ياسين، تشفع لقارئها ويغفر لمستمعها. وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ ياسين حين يصبح أعطي يسر يومه حتى يمسي اليسر، ومن قرأها في صدر ليلته أعطي يسر ليلته حتى يصبح. إن قرأتها صباحا فطول النهار أنت في يسر، وإن قرأتها ليلا فطول الليل أنت في يسر. إذن لا بد من أن نحفظها، لا بد من أن نقرأها صباحا أو مساء أو مرة في اليوم. وفي حديث آخر، هذا الحديث مقطوع بمعنى أن صحابيا ذكره، بلغني أنه من قرأ سورة ياسين ليلا لم يزل في فرح حتى يصبح، ومن قرأها حين يصبح لم يزل في فرح حتى يمسي. هذه بعض الأحاديث الشريفة التي وردت في حق هذه السورة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام علي كرم الله وجهه يقول: إن الله تعالى أسماني في القرآن الكريم، يعني سماني محمدا وأحمدا وطه وياسين والمزمل والمدثر وعبد الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن ياسين اسما له. وقد جاء في بعض التفاسير أن الله عز وجل خاطبه بهذا الاسم، وقد فسره بعض المفسرين: يا سليما من العيوب. النبي معصوم عن كل خطأ، فهو سليم في قلبه، سليم في قوله، سليم في أفعاله. والقرآن الحكيم، طبعا إضافة إلى قول بعض المفسرين أن هذه الحروف التي تفتتح بها بعض السور من نوع الإعجاز، أي من مثل هذه الحروف نظم القرآن. وبعضهم قال: الله أعلم بمراده. وبعضهم قال: ياسين اسم من أسماء الله عز وجل. وأغلب المفسرين على أن ياسين اسم للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد وجه هذا التوجيه: يا سليما من العيوب. يدل على ذلك: والقرآن الحكيم إنك، فالكاف الخطاب، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. والقرآن الحكيم، ربنا سبحانه وتعالى يقسم بالقرآن الكريم. هذا القرآن في هذا القسم وصف بأنه حكيم. معنى حكيم أي محكم، محكم في نظمه، محكم في معانيه، محكم في بنائه، محكم في مضمونه، محكم في شكله، محكم في فحواه. محكم لأنه من عند الحكيم. كتاب أحكمت آياته، يعني في ترابط، في نظم معجز، في معاني متسلسلة،
في دقة متناهية، في حكمة بالغة، هذا المعنى الأول. والقرآن الحكيم أنه محكم، محكم في نظمه ومحكم في معانيه، فليس في نظمه خلل وليس في معانيه خطل، ليس في نظمه ضعف أو ركاكة أو تناقض أو تنافر، وليس في معانيه خطأ أو انحراف. المعنى الثاني للحكيم أي ذو حكمة، يعني كتاب ينطق بالحكمة. وما الحكمة؟ يعني من باب التمثيل والتقريب، لو أنه إنسان في عنده آلة يعاني من بعض مشكلات، يعاني منها في بعض المشكلات، ثم قرأ بعد حين تعليمات صانع هذه الآلة فقال ليتني قرأت هذا الكتاب، لو أنني قرأت هذا الكتاب لعرفت كيف أستعمله، لتلافيت كل متاعبي فيها. إذن الحكمة هي حقيقة لو أخذت بها لسعدت في الدنيا والآخرة. الإنسان أحياناً يكتشف الحقائق من خلال التجارب، وقد يدفع الثمن باهظاً. معظم الناس يقعون في شر أعمالهم، لكن بعد فوات الأوان، قبيل الوفاة، في خريف العمر، يقول آه ليتني أعرف الحقيقة في مقتبل حياتي. يعني الإنسان كائن، إما أن يستقي الحقائق من خبير فيهتدي بها ويتلافى الشقاء في الدنيا والآخرة، وإما أن يكتشفها بنفسه. اكتشاف الحقائق من خلال التجارب عملية فيها مغامرة وفيها مخاطرة. يعني مثلا لو أن قنبلة على الأرض، سألت نفسك هل هذه قنبلة أو لا؟ قلت سأختبرها بنفسي. لو أنك فرغت منها لتختبرها فانفجرت، لم يبقى في الحياة وقت تستفيد من هذه الخبرة، دفعت الثمن باهظا جدا لمعرفتها. أما لو جئت بخبير والخبير يعرفها، ما إذا كانت موقوتة أو غير موقوتة، نزع فتيلها أو لم ينزع، قنبلة حقيقية أو خلبية، فحينما تأخذ كلام الخبير تنجو. أما حينما تكتشف الحقيقة بنفسك ربما كان الثمن باهظا جدا. فلذلك القرآن الكريم تعليمات الصانع. والقرآن الحكيم أي والقرآن المفعم بالحكم، الحكم حقائق لو أن الإنسان أخذ بها لسعد في الدنيا والآخرة، لو أن الإنسان أخذ بها. الإنسان في مقتبل حياته قد يظن المال كل شيء، وفي كهولته يظن المال شيء شيئاً من الأشياء، لكن قبيل الموت يرى أن المال ليس بشيء وأن طاعة الله هي كل شيء. لو عرف أن طاعة الله هي كل شيء في مقتبل حياته لسعد في الدنيا والآخرة. المشكلة مشكلة وقت يا أخوان، مشكلة وقت. عند الموت لا بد من كشف الحقائق، كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. المشكلة أن تعرف الحقائق في وقت مناسب، أن تعرفها في مقتبل الحياة، قبل أن تتزوج، وقبل أن تختار مهنتك، وقبل أن تختار طريقك، لأنك إذا عرفت الحقائق آثرت طاعة الله على كل شيء. يعني القرآن الحكيم المعنى الثاني الأول أنه محكم، محكم في نظمه، محكم في معانيه. المعنى الثاني القرآن الحكيم أي ذو حكم، في حكم. مثلا الله عز وجل قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حقيقة. إذا ظننت لثانية واحدة أنه يمكن أن تسعد وأنت معرض عن الله عز وجل فهذا وهم كبير وهذا خطأ فادح. أما إذا أيقنت في مقتبل الحياة أنه لا سعادة إلا بالاتصال بالله عز وجل،
ولا سعادة إلا بالإقبال عليه، ولا سعادة إلا بطاعته، في حقيقة أساسية. فإما أن تكتشف هذه الحقيقة في خريف العمر بعد فوات الأوان، وإما أن تقرأ قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن معنى والقرآن الحكيم أي ذو حكم في حقائق. مثلا قد تتوهم أن الحياة بالذكاء والشطارة وكثرة الأموال واغتنام الفرص واقتناص المناسبات، ويفوتك أن التوفيق بالحياة أساسه الاستقامة. يقول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. هذه الآية إذا قرأتها في مقتبل حياتك وأيقنت بمضمونها وعلمت أن الله لن يعامل المؤمن المستقيم كالمسيء الغافل الكافر، وأن لكل إنسان معاملة خاصة تتعلق بإيمانه واستقامته. والقرآن الحكيم أي هذا القرآن ذو حكم في حقائق تتعلق بسعادتك، تتعلق بصحتك. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا في أي شيء، هذه حقيقة متعلقة بالجسم. لا يسخر بعضكم من بعض، السخرية أحيانا تسبب كل المتاعب. طبعا ليس المجال متسعا لذكر الحكم التي في القرآن، القرآن طافح بالحكم. إذا قرأت القرآن وكشفت الحكم أو القواعد أو الثوابت أو القوانين أو السنن، هذه من عند خالق الكون، فإن عرفتها في الوقت المناسب وأخذت بها سعدت في الدنيا والآخرة، وإن توهمت شيئا خلافها كشفت بعد فوات الأوان أنك في خطأ كبير ووهم كبير. هذا المعنى الثاني، والقرآن الحكيم أي ذو حكم. والمعنى الثالث، والقرآن الحكيم يعني ذو حكمة في مخاطبة الإنسان، يخاطب عقله تارة ويخاطب قلبه تارة، ويخاطب عقله وقلبه معا تارة أخرى، يذكر له أخبار الأقوام السابقة كي تستخلص العبر والحقائق، يذكر ما كان قبل الحياة وما سيكون بعد الممات، يذكر الدار الآخرة بمشاهد رائعة، مشاهد محببة عن أهل الجنة ومشاهد مخيفة عن أهل النار، يذكر الآيات الكونية، فهو محكم في نظمه وفي معانيه، ذو حكم تنفعك في حياتك وفي سعادتك، وهو ذو حكمة في التنويع في مخاطبة الإنسان وفي الترفق به، في الإيجاز تارة، في الإطناب تارة أخرى، في التفاصيل، في أخبار الأمم السابقة، في ما سيكون، هذا كله متعلق بالحكمة. فربنا عز وجل يقسم بهذا القرآن الحكيم المحكم وذو الحكم وذو الحكمة، يقسم بأنك يا محمد لمن المرسلين. وقد نستنبط من أن الدليل القوي القاطع على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله هو هذا الكتاب الذي جاءنا به. حينما يمسك سيدنا موسى العصا فتنقلب ثعبانا مبينا، أليس هذا دليلا قاطعا على أن هذا الإنسان هو رسول الله؟ لأنه جاء بشيء يعجز عنه كل البشر. كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام جاء بهذا القرآن، فالقرآن الكريم والقرآن الحكيم والقرآن المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي إعجازه مستمر إلى يوم القيامة لقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذا القرآن الحكيم يدل على أنك من المرسلين.